عليكم. القرارات ديال تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع الأقاليم أملته واقع اجتماعي مر، أملته معاناة ديال المواطنين، أملته عدم احترام التزامات ديال الحكومة في المجال الاجتماعي، أملته تدمير القدرة الشرائية ديال أغلب الفئات ديال المواطنين، وبالتالي الضرورة تفرض أن الحكومة بدل أن تلتجئ إلى مثل الأساليب ديال المنع وديال الترهيب وديال التخويف واللي للأسف ستقدم صورة سيئة للدولة في مجال الحريات، بدل أن تتجه إلى إذا كان من منع يجب أن يطال هو المنع ديال أولئك الذين يهربون المال العام خارج المغرب، الذين يصنعون الأزمة ويستفيدون من الأزمة وهم تجار الأزمة، الذين استفادوا لسنوات من المغربة ومن الخوصصة ومن جميع امتيازات الجبائية، بدل أن يتجهوا إلى محاصرة الاحتجاجات المشروعة والمنظمة والمسؤولة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. على الدولة وعلى الحكومة أن تقوم بإجراءات ليست ظرفية، لأن الأزمة الاجتماعية ليست ظرفية بل هي عميقة، أزمة هيكلية تتطلب إجراءات ومبادرات هيكلية وليس مثل ما يتم تصويرها عبر قنوات التلفزة من لجان تخرج هنا وهناك وتتجه إلى لان بسريات والحوانت، تتمشي للمتاجر الكبرى، خاصها تمشي للمصانع، تمشي للضيعات الكبرى، خاصها تمشي للملاكين من بداية سلاسل الإنتاج، ليس إلى ذلك التاجر اللي مدخله بسيط ولا. وهذه المراقبة خاصها تكون على طول العام، خاصها تراقب كل الذين يستفيدون من ويبتزون الدولة، هذو هما اللي خصهم تكون المراقبة ديالهم، خص تكون المنع ديالهم. إذن هذا واقع للأسف، لأن في نهاية المطاف عمق الأزمة هو إشكال الديمقراطية، والكونفدرالية الديمقراطية الشغل عتواصل النضال ديالها، لأن المطالب الشعبية والمطالب العمالية جزء لا يتجزأ. فيما يخص اللحظة اللي كنعيشو دابا، يعني في زمنه وساعته ودقيقته، أزمة ديال غلاء الأسعار خانقة جدا، مطيشة غالية، بطاطا غالية، الحوت ماشي عاد غيغلى، ديما كان غالي، اللحم غلى، المواد الغذائية الأساسية كلها غالية، لي ميناج الأسر المغربية يعني داخلها تتساءل دابا حنا فين غاديين. حكومة ما دارت إجراءات ديال الوقف ديال الغلاء، ما دارت إجراءات ديال الدعم، ما قدرت توقف هذا الغلاء. في المقابل هاد اللحظة هادي باش يطوق الإنسان مدينة الدار البيضاء كلها مخافة من شيء ما، من فوبيا تذكره ب 81 وب 65، اش من رسالة بغا تدوز وزارة الداخلية؟ اش من رسالة بغا تدوز الحكومة دابا؟ اش من رسالة بغا تدوز الأجهزة ديال الدولة بأنها تطوق هاد المدينة كلها، رغم أننا دوزنا واحد التمرين في 20 فبراير ديال الاحتجاج المدني والسلمي، وفي دلالة اليسار الديمقراطي أو لا حتى لا سي دي تي أو لا حتى التنظيمات المجتمعية اللي كاينة، يعني عبرت أنها كتعرف دير الاحتجاج المدني والسلمي. ولكن الرسالة اللي كتوجه وزارة الداخلية بتسويق المدينة كلها رسالة جديدة، يعني بعد 20 فبراير جديدة قديمة بتذكر ديال ما مضى. واش باغي يدفع هذا المجتمع هذا الانفجار؟ ما يخليو عباد الله يحتجوا سلبيا ويدويو ويهضروا. دابا موليناش غير قدام ازمه ديال الغلاء ديال الاسعار، ازمه ديال الاسعار وازمه ديال الديمقراطيه وازمه ديال حريه التعبير وازمه ديال التعبيرات السلميه والاشكال ديالها في الشارع. اذا هذه رساله كنعتبرها ماشي غير ديال الغلاء، ديال زم فمك ولا هذا زم فمك ولا في العهد الحالي اللي كنعيشو والتطورات اللي كاينه ديال العالم الرقمي ديال كل شيء كيتكلم، اعتقد ان الدوله تريد ان تعيدنا الى سيناريو صعب وصعب جدا. هذا الغلاء اللي كاين دابا راه ما يمكنش واحد عنده الثروه كلها الفلاحيه ديال السوس وكيحكم وبغيت يدافع على المواطن. تشمل المواطن على من غيدافع؟ غيدافع على ثروته انه ينميها. احنا راه ماشي ضد التصدير وماشي ضد انه
العمله الصعبه تدخل. وهنا ضربوا قيس الله يرحم الوالدين، صيفطوا شويه وخليوا شويه في البلاد الله يرحم الوالدين يعيش المسكين، راه المسكين خصو يعيش حتى هو.